السلام عليكم، ازيكم يا طلبة جريد 4؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم على كونسبت جديد اللي هو 3.2. أتمنى إن أنتوا تكونوا ذاكرتوا كويس كونسبت 3.1 وحليتوا عليه كل اللي تقدروا عليه. يلا بينا نشوف الكونسبت الجديد مع بعض. كونسبت 3.2 اسمه About Fuels. About Fuels يعني بيتكلم عن الوقود. بص كده معايا، بيقول هنا ايه اول حاجة، يعني ايه كلمة فيول او يعني ايه كلمة وقود؟ فبيقول fuel is one of the most important resources of energy that human depends on to get energy. يعني الوقود ده هو مصدر مهم جدا علشان ناخد الطاقة. وبيقول ان الفيول ده امتى اقول على اي مادة عندي ان هي فيول؟ fuel it's any substance that produces thermal energy when it is burned. يعني اي مادة تتحرق وتطلع طاقة او تطلع حرارة يبقى دي ممكن نسميها fuel. fuel is used for several purposes such as coal and wood which are used in warming cooking food. يعني من امثلة على كده على الفيول ده اللي هو الفحم الفحم والخشب، ودول نستعملهم في التدفئة وفي الطبخ. وبعد كده بيقول جازولين and natural gas ممكن برضو يبقى الفيول ده زي الجازولين اللي هو بنزين بتاع العربيات. ممكن نستعمله in generating electricity في توليد الكهرباء أو operating means of transportation اللي هو تشغيل وسائل المواصلات. types of fuels ايه هي أنواع الوقود؟ في biofuel وفي fossil fuel. biofuel ده ايه هو الفرق بين البيوفيول والفوسيل فيول؟ فبيقول ان البيوفيول ده they are fuels made from living organisms. ده وقود كان معمول اصلا من كائنات حية موجودة زي البلانتس زي النباتات. example wood زي الخشب. charcoal اللي هو كول فحم برضو بس معمول من الخشب. some types of plants such as grass corn wood chips can be used make liquid fuel. يعني ممكن نستعمل الجراس اللي هي الحشائش أو الكورن اللي هو الذرة، سوري في غلطة هنا في الكتابة، وود شيبس اللي هي شرايح الخشب عشان نعمل liquid fuel وقود سائل. باي fuels are renewable fuel which means that they can continually renewed as plants grow. يعني ممكن البايوفيول ده يبقى وقود متجدد معايا ليه؟ لان انا كل ما هاخد بلانتس واحولها لفيول اعمل منها بايوفيول ممكن ان ازرع بلانت جديد وارجع تاني اطلع منه بايوفيول كمان، وده احسن بقى من الفوسيل فيول. يعني ايه كلمة فوسيل فيول اللي هو النوع التاني؟ مش احنا قلنا ان الفيول بايوفيول وفوسيل فيول؟ احنا عرفنا ان البايوفيول ده جاي من ليفينج اورجانيزمز. الفوسيل فيول ده جايبينه منين؟ فوسيل فيول they are fuel formed from the remains of plants and animals that were buried and decomposed over a long period of time. يعني الفوسيل فيول ده fuel formed from remains، متكون من بقايا كائنات بقى كانت عايشة زمان وماتت خلاص. plants animals واتدفنت buried يعني اتدفنت and decomposed واتحللت for a long period of time لوقت من وقت طويل. زي مين؟ زي الصور اللي موجودة قدامنا هنا اللي هي oil, natural gas and coal اللي هي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. فبيقول هنا a natural gas were formed from decomposition of the remains of ancient sea animals. يعني ال natural gas أو الغاز الطبيعي ده متكون من كائنات بحرية قديمة كانت إيه؟ كانت عايشة زمان واتحللت. الكول بقى الفحم جاي منين؟ formed from decomposition of the remains of ancient plants من نباتات قديمة أشجار قديمة. fossil fuels are non-renewable. الفوسيل فيول ده non-renewable يعني مش متجدد ليه؟ which means that they are gone and cannot be easily renewed. يعني مش هتجدد بسهولة وإن هو ممكن يخلص. formation of coal إزاي الفحم ده اتكون؟ بص كده بيحكي لك حدوتة صغيرة، بيقول لك millions of years ago من ملايين السنين large areas of the earth were covered with swamps with plants growing nearby. كانت الأرض مليانة مستنقعات ونباتات بتطلع جنبها.
Where these plants dead, لما النباتات دي ماتت, the remains were decomposed. النباتات دي بدأت تتحلل. Covered by hundreds of meters of mud and rocks, واتدفنت عليها, اتغطت بمئات المترات من الطين والصخور. Due to the effect of the earth's heat and the pressure, وبسبب الضغط والحرارة في بطن الأرض, it turned into coal, اتحولت لفح. بعد كده, the original source of energy in biofuel and fossil fuel is the sunlight. يبقى الشمس هي المصدر بتاع كل الفيولز اللي عندنا. Formation of oil. طب البترول اتكون ازاي؟ يلا بينا نحكي حدودة الأويل. فبيقول هنا oil comes from deep in the ground where oil formed from the decomposition of creatures. يعني البترول متكون من كائنات قديمة اتدفنت برضو. when the marine creatures dead, لما الكائنات البحرية ماتت, the remains settled on the ocean floor, استقرت في قاع المحيط. وover millions of years later, وبعد مرور ملايين السنين, the sediments and rocks covered the remains sea creatures, اتدفنت. These layers press down, causing extreme heat and pressure. وده خلاه يمر عليه ضغط وحرارة, يتعرض لضغط وحرارة شديدة, وده اللي حوله لأويل. Over time, as a result of extreme heat and pressure, the remains converted into oil, اتحولت لأويل. طيب, the following table show some differences between oil and water, how conserve each of them. ايه الفرق بين الاويل والووتر وازاي نحافظ عليهم؟ فبيقول هنا, تعال نشوف ايه الفرق ما بين الاويل والووتر. فبيقول هنا oil is non-renewable resource of energy. الاويل ده non-renewable, غير متجدد, لكن الووتر هي renewable energy, طاقة متجددة. طب ايه الفرق بين ال non-renewable وال renewable؟ non-renewable اللي هي بتتجددش, it is natural material that is used faster than it can be replaced. يعني هي مادة بتستهلكها, معدل استهلاكها أكتر من تكوينها, يعني نستهلكها بسرعة لكن تتكون بصعوبة عشان كده بتخلص. Water بقى أو renewable resources, it is natural material, can be replaced soon, بتتجدد بسرعة after be used. Conservation of oil, لو أنا عايز أوفر الأويل أوفره إزاي؟ Use rate faster than formation, so we must reducing use of the private vehicles. يعني نقلل استعمال عربياتنا ونركب بقى ال public means of transportation اللي هي وسائل المواصلات, يعني أتوبيس واحد يلم كل الناس اللي في بقى الشارع ده ويروح بيه. Conserve water may not be replaced as quickly as need. يعني المياه ممكن ما تتجددش بسرعة بس لازم نحافظ عليها. طب نحافظ عليها إزاي؟ avoiding wasting or polluting water, ما نصرفش في استخدام المية وما نلوثهاش. growing plants that don't need large amounts of water, يعني ونزرع نباتات ما بتستهلكش مية كتير. whatever the resource of energy is, renewable or non-renewable, we should conserve the energy through many ways such as. كده كده لازم نحافظ عليه. نحافظ ازاي بقى؟ على الكهرباء اللي طالعة أصلا من الفيول ده. turning off lights when they are not needed, يعني لو مش محتاجين أنوار نطفيها. unplugging electrical appliances when they are not used, يعني نفصل الأجهزة لو احنا مش مستعملينها. how fossil fuel used to produce electricity, ازاي بنستعمل الفيول عشان نطلع كهرباء؟ أكيد بالباور بلانت أو بمحطة الكهرباء. طيب بتستعملها إزاي؟ بيقول لك هنا إن الفيول burned it produced the thermal energy, يعني إحنا بنحرق الفيول جواها, والفيول لما بيتحرق بيطلع energy, heat energy. heat energy دي this this thermal energy is used to heat water, بتسخن مية, والمية دي بتحول ستيم لبخار, والبخار ده بيحرك التوربينز, والتوربينز دي change the
بتروح للجنريتور، والجنريتور ده هو اللي بيحول الكينيتيك انرجي لالكتريك انرجي. فاينالي ذا الكتريك انرجي ترانسفيرد ثرو وايرز، بالكهرباء بتتنقل باسلاك للبيوت. Some causes of pollution in big cities. طب ازاي بيحصل تلوث بقى في المدن؟ Smoke produced from burning of fuel pollute the air. يعني الدخان اللي ناتج من حرق الفيول ده بيلوث الهواء. Pesticides used in farms، المبيدات الحشرية اللي بتستخدم في الزراعة يعني، واللي بتتنقل بالمياه كانت بالووتر in canals and rivers. That leads to pollution of soil and water، ده بيلوث المياه والتربة. Chemicals used in many factories pollute the air and also the nearby water and soil. المواد الكيميائية دي برضو بتلوث المياه. Some effects of air pollution on human health. طب ايه تأثير ده على صحتنا؟ الدخان ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ أكيد حاجة وحشة. طب بيأثر إزاي؟ فبيقول smoke from cars causes irritation of human eyes and lungs، يعني بيعمل تهيج في عينينا وفي الجهاز التنفسي بتاعنا، في الرئتين بتاعتنا. Signs have sound that smoke is full of small particles، بيقولوا إن الدخان، العلماء بيقولوا إن الدخان ده فيه جزيئات صغيرة. That the human breathes، لو الإنسان تنفسها بتعمل irritate the lungs causing damage of tissues of the respiratory system، بتأدي لتلف الجهاز التنفسي. Burning of coal and oil produces carbon dioxide gas. يعني تعالى نشوف بقى التلوث ده ايه المظاهر بتاعته. احنا عندنا اهم حاجتين او اخطر حاجتين بيحصلوا عندنا هما الاسيد رين والجلوبال وورمنج. طب عبارة عن ايه الكلام ده؟ اسيدك رين ده عبارة عن ان من الاخر كده الدخان وهو طالع بيطلع ويتخلط بالسحاب اللي هو بقى لما بيمطر بينزل مطر ملوث، فبيقول اهو كربون دايوكسيد جاز can combine with water in the air to form acid rain that leads to، ده لو مطر نزل هيعمل ايه؟ المطر الملوث death of trees، هيموت الشجر. change in the chemical nature of lakes and kill fish، هيقتل السمك وهيلوث الميه. the change in the chemical nature of the soil، هيلوث التربه. dissolving some rocks including rocks used for building، وهيدوب الصخور واللي ممكن موجودة في المباني أو مواد البناء اللي عندهم، يخليها يحصل لها تآكل. طب global warming، global warming ده معناه increasing the amount of carbon dioxide gas in the air forms layer in the atmosphere that traps heat on the earth. يعني من الآخر كده الدخان أو الكربون دايوكسيد اللي طالع يعمل طبقة حوالين كوكب الأرض يدخل أشعة الشمس وما يطلعهاش، فده بيخلي الجو حر. causing the slow rise on the earth's temperature which known as global warming، اللي هو الاحترار العالمي او الاحتباس الحراري. some ways to conserve fossil fuel، ازاي نوفر الوقود برضو؟ ممكن walking، ان احنا نمشي ما نركبش عربيات، او using bicycles instead of driving cars، نستعمل العجل بدل العربيات، وانا بحب ركوب العجل. turning off the lights، نطفي الأنوار لو مش محتاجينها، not in the room. replacing the fossil fuel with renewable energy resources such as water, wind and solar energy، يعني نحاول نستعمل renewable energy مش ال non-renewable energy. طبعا دي كل ال scientific terms اللي موجودة في ال concept، ودي كل ال give reasons بال answers بتاعتها، وده كل ال what happens بالانسرز بتاعته. وبكده نكون وصلنا ل concept 3.3. أتمنى إن انتوا تحفظوا كويس وتتذاكروا كويس concept 3.2. حاولوا تحلوا عليه كتير في المعاصر أو بني أو أي سورس معاكم. طبعا لو عندك أي سؤال رقمي معاك، أو حاول إن انت
تبقى اكتب لي في الكومنتس وانا هرد عليك. اتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم. اشوفكم ان شاء الله في الكونسبت اللي بعده. باي باي.